انا توا الحقيقه كل مره نتذكر قداش من شهر عديناهم وحنا نحاولوا باش نبنيوا التوافقات هذيا. هيئه تنسيق وصياغه تجي بجره قلم وتفسخ التوافقات هذه الكل، تحسن في مسائل الخلافيه عدينا عليها شهر او شهر. يعني كان نعرفوا احنا المساله بالبساطه هذه وبالسهوله هذه انه تحسم، رانا عطينا من الاول هيئه تنسيق وصياغه خدمت على روحها وحسمت في المسائل الخلافيه. حقيقه هنا طرحنا العديد من نقاط الاستفهام، يعني هل انه الهيئه شاعره شنو هو دورها وشنو اللي تحط لها في الفصل عدد 104 اللي اعادنا صياغته في النظام الداخلي باش يكون واضح واوضح. في بقعة يظهر لي التأويل متاع اعتمادا على لجان تأسيسية، يظهر لي التأويل الأصح اللي اعتمدته هيئة تنسيق والصياغة هو بغض النظر عن أعمال لجان تأسيسية. أما ما تجيش هيئة تنسيق والصياغة اللي من المفروض دورها تقني، اللي من المفروض مثلا في ما نعرفش أنا مسألة كما الحق في التقاضي، قد ترى لجنة السلطة القضائية أنه ما كان غادي وبلاص، وفما مثلا باب الحقوق والحريات يراو اللي ما كان حق التقاضي في باب الحقوق والحريات. هنا يجي هيئه دور هيئه التنسيق والصياغه انها تقول لا، حق التقاضي هذا يجي في باب الحقوق والحريات وليس في باب السلطه القضائيه. هذا هو دور هيئه التنسيق والصياغه، انها تتفادى التكرار، انها تجمع اعمال نتاع لجان تاسيسيه، ولكن مش انها تحسن في مسائل خلافيه بقيت عالقه لاشهر وللتو مازال ما اجتمعوش عليها الفرقات السياسيين واللي ربما توا في لجنه التوافقات شنو وصلوا للحلول فيها. سوف نحسم المساله، وهذا غياب الضوابط هو يظهر لي اهم مشكل صار في المسوده هذا واللي اثار الحقيقه امتعاض العديدين اللي حصلوا رواحهم خدموا وخدمتهم مشات في الماء، اللي حصلوا رواحهم استمعوا الخبراء شاركوا في نقاشات حاولوا يقنعوا، حاولنا نقارعوا الحجه بالحجه، حاولنا نبنيوا تفضل. شكرا. يعني حاولنا نبني مناخ من الثقة، مناخ من الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب التونسي صحة شريبتك. هذه فيديو تكون قصيرة إن شاء الله. باش نقول لكم حاجتين. إنه الحقيقة ما تعرفش المحاباة وإنما ما تعرف كان الواقع. معناتها أي جهة كانت ماهيش خارج عن القانون. اي جهه كانت محليه والا عالميه، هذا اذا انتم من جد تبحثوا عن الحقيقه. اللي ما يبحثش عن الحقيقه كل ما هو يحكيه ما غيره هو ماش عنده حتى اي قيمه. ولهذا اول حاجه اول قناعه تكون عندك يا تونسي، اذا من جد تحب بلادك واذا من جد تحب ولادك واذا من جد تخمم على مستقبل تونس، انك ما تكون عندك ولاء كان للحقيقة والحقيقة الواقعية ولا غير، ولا محاباة لأي جهة كانت. هذه أول حاجة. ثاني حاجة نحب نقولها لكم أنه بلادنا في خطر، بلادنا في خطر على السيادة متاعها. استقلالنا جاب سيادة منقوصة، وإن كان ظاهريا تظهر فما كل مقاومات الدولة والإدارة كل شيء، لكن هذا كان في الظاهر، كان في الظاهر في حين احنا كنا مستعمرين مش بالدبابة ومش بالبنادق، لكن ولينا مستعمرين بالورقة والستيل. هذا نوع الاستقلال اللي طلبوا بورقيبة على يدين موندس فرانس والحكومة الماسونية الفرنسية اللي عمل معها صفقة تبيع وشراء على بلاد اسمها تونس، ورفض انه التوانسة الحقانيين اللي من بعد ضحى بهم كما الشرايطي واتباعه وبن يوسف اللي هما طلبوا الاستقلال التام. معناتها بلاد ذات سيادة ما هي تابعة لحتى اي جهة خارجية وحكومتها ما تكون عندها ولائها كان للشعب متاعها، حكومة اللي هي تمتثل لتطلعات الشعب وتبدأ البناء متاعها على الضوابط وعلى الثوابت متاع الشعب، مع الانفتاح بالطبيعة مع الشعوب على الشعوب الأخرى.
مواطنين ما يكتبوش قوانينهم بيديهم وتجيهم قوانين مسقطة، هم ليسوا بمواطنين وإنما بقطيع، إنما هم قطيع. ونقطة بورقيبة صار إزاحة كل ما هو الوطنيين الأحرار اللي وقت الاستعمار هزوا البنادق ذودا على شرفهم، شرفهم اللي هو متمثل في الأرض متاعهم، شرفهم اللي هو متمثل في الثوابت الاجتماعية متاعهم ومعتقداتهم ونظامهم الاجتماعي اللي كان قائم على الاحترام المتبادل، وانه يرقب بنفس الوقت انه تكون معناتها متناسق ومتجاوب مع تطور الحياة وتطور العلاقات ما بين الأمم. هذا اللي بورقيبة أجهضوا من البداية. الحرب اللي بدأت على تونس من وقت الاستقلال المزعوم متاعها هي حرب على الثوابت الاجتماعية، هي حرب على ثوابت السيادة الوطنية. كيقول ثوابت الأخلاقية متاع المجتمع، أول حاجة اللي تمس فيها الشعب التونسي وتمس في حضارته في العمق هو غلق جامع الزيتونة. بعد 50 سنة احنا مش نعاودوا نسترجعوا شنو اللي فقدناه من الثوابت متاعنا بعد ما التبعات النظام السياسي اللي حب يكرسه طوعا او كرها سواء بورقيبة او بن علي من بعده باكثر حدة وباكثر معناتها اسقاطات قانونية لا تمت القانون بصلة. الخطر قوانين ما كتبتهاش انت يا شعب، قوانين كتبوها لكم برلمانيين لمصالحهم الضيقة، ولم يكتب يوم القانون لتحسين تسيير الشؤون العامة وللحياة اليومية للمواطن، وإلا لمراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. إنما القوانين اللي تكتبت كل تكتبت لرعاية المصالح الخاصة لنخبة سياسية، نخبة سياسية خاينة، نخبة سياسية موالية للخارج. قوانين كتبتها نخبة زائفة من المثقفين اللي هما الأغلبية متاعهم تكونوا من وراء البحار، واللي هما قعدوا في البلاد قعدوا أوفياء للثوابت الاجتماعية، قعدوا أوفياء للسيادة الوطنية، الكل صار إزاحة متاعهم. وتعرفوا ياسر اللي احنا عنا في تونس عنا علماء أفاضل وشهابذة في الثقافة وفي التاريخ كلهم وقعت إزاحتهم من المشهد الإعلامي، وليتوا تراو مشهد إعلامي قائم على 3 ثقافات، بالك ثقافة المغنى والمرقص والمسلسلات وكرة القدم. أين وقع تغييب كل ما هو ثقافة قانونية، ثقافة اقتصادية، ثقافة تاريخية، ثقافة روحانية؟ شعب ما يعرفش التاريخ متاعه وما يعرفش كيفاش يقدم، شعب يتشكوه في التاريخ متاعه ما ينجمش يقدم، إنسان ما عندوش أرضية صلبة تحت ساقيه يقدم ينجز بيها منها ما ينجمش يقدم. هذا هو عمق الجرثومة الذهنية اللي تحطت لنا التوانسة يوم بعد يوم، كما قطرة السمحة شاكم تحط في كاس التاي تفقش بيها الأولى للثانية كذا لين البدن الكل يتسمم. هذا هو شنو اللي صار على التونسي لمدة سنين. الثقافة القانونية متى التونسي ثقافة صفر، الثقافة الاقتصادية متى التونسي ثقافة صفر، وهكذا. طالما أنه شعبك مجهل بما يعنيه في الحياة اليومية، قولوا لي توانسة الحياة اليومية متاعكم مش تعاملوا بين بعضكم بالمغنى وبالمرقص وبكرة القدم وبالمسلسلات، عندك واقع قدامك يطلب منك ثقافة، فما أبدا ثقافة موان، ثقافة قانونية، ثقافة اقتصادية، ثقافة تاريخية بالطبيعة. هذا الكل اللي هما نحاولكم من حياتكم اليومية وخلاكم شعب مستقيل يعملوا به اللي يحبوا. وحتى الناس اللي يقدموهم لكم كنخبة